بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال يوسف منبهراً بحضارة المصريين في ظل حكم أمنحتب حاكم مصر ويليه عزيز مصر، والمعركة القادمة ستكون بين البلاط الملكي ومعبد آمون، وسيكون يوسف طرفاً فيها. وهكذا أهل الحق وأهل الباطل دائماً في صراع لا ينتهي. ما لي أرى نفسي أزداد اهتماماً وولعاً بالتزين والتجمل، كأنني مقبلة على عرس، كأنني فتاة تبدأ أولى خطوات أنوثتها. تخاف من أعين الناس أن تلحظ بها عيبا. يوسف، هل فعل بي يوسف كل هذا؟ لقد بدل حياتي، جعلني امرأة أخرى غير التي كانت كل سنين عمرها زوجة محبة لبيتها وزوجها. هل أنا الآن خائنة؟ هل هناك خيانة بالفكر قبل الروح والجسد والقلب؟ آه منك يا يوسف، ما كل هذا الجمال والسحر يا مولاتي؟ طعام الغداء قد تجهز. كدت أن أصدقك يا يشور، هل أنا بالفعل امرأة جميلة في عيون الناس؟ الملكة هي أجمل امرأة على وجه الأرض، العيون الساحرة، القوام، الرقة والأنوثة. ويوسف، هل شعر بكل ما تقولينه يا يشور؟ إنه دائماً يتجاهلني ولا ينظر إلي أبداً. فيما تفكرين يا مولاتي؟ لا شيء. أين يوسف الآن؟ هو في حضرة عزيز مصر، يتشاوران في أمور البلاد. هكذا العزيز يثق بيوسف ثقة كبيرة، وهو أهل لها. هيا يا مولاتي، فالطعام جاهز. أكرر على نفسي، لا يجب أن أذكر يوسف كثيراً أمام الناس، ولكني أنسى. ربما لا أستطيع ذلك. وكان يوسف منشغلا طوال الوقت بتعريف الناس برب العالمين، وبدأ اسمه يشيع في كل مكان بالصدق والأمانة. لم يكن هذا يعجب الكهنة، فهم يعتبرون يوسف عدوا منافسا لهم في كسب قلوب العباد. هل تريدون أن يغضب عليكم الإله آمون فيغرقكم بالأمطار والأعاصير؟ هيا تبرعوا له حتى ينعم عليكم بنعمة الأمن والأمان. خذوا كل أموالي وأعطوها للإله آمون. هذا هو كل ذهبي وهذا هو كل مالي، خذوه، ولكن لا نريد كوارث ومصائب،
لا نريد كوارث ومصائب. لو بخلتم مرة أخرى على إلهكم فسوف يلعنكم في كل مكان، حتى طعامكم أعطوه لآمون حتى يرضى عنكم. يا سيد لاخور، لقد رأيت يوسف يدعو الناس إلى عبادة ما يسميه الإله الواحد. لن يكف يوسف هذا عن معاداة إلهنا آمون. ماذا بك أيها العبراني؟ ماذا تريد؟ ولكن لماذا لا يرد عليه إلهنا آمون؟ كيف أيها الحارس؟ سمعته يقول إن آمون لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، وإن إلهه الواحد بيده الخير كله. آمون أكبر من أن يرد على هذا. لماذا يا سيد لاخور؟ لأن يوسف كثيرا ما يتحدث عن إلهه الواحد ليلا، وآمون ينام ليلا، فكيف يرد؟ وماذا يضر إلهنا آمون لو سهر ليلة واحدة فقط كي يرد على يوسف ثم ينام بعدها ما يشاء؟ سندرس الأمر، ولكن ما يفعله يوسف يحتاج إلى وقفة حاسمة. أين ذهب يوسف يا ملك البلاد؟ هو يتفقد أحوال الرعية. أراك تزداد ثقة به يا مولاي يوما بعد يوم. يوسف له من العلم والدراسة وحسن الخلق ما يجعلني أثق به ثقة كبيرة، فأجعله يحمل عني بعض المهام الشقة. إنني أحسد يوسف على ثقة مولاي، فهو شرف عظيم لكل من تقرب منه. تعرفين يا زوجتي الحبيبة كم أكن لك من حب واحترام كبيرين، فأنت نعم الزوجة الصالحة المخلصة لزوجها. طاب طعامك يا مولاي عزيز مصر، طاب طعامك يا مولاي الملك. ماذا بك يا زخار الأمين؟ سيتم توقيع عقوبة على الزوجة الخائنة لزوجها يا مولاي، فهل تحب أن تشارك في رؤية هذا العقاب؟ لا لا لا، لا أود ذلك يا زخار، دعنا نتناول طعامنا في هدوء. أعتذر يا مولاي عما بدر مني. لا عليك يا زخار. لماذا لم تذهب يا مولاي؟ ألا يثير فضولك مثل هذا العقاب؟ لا، ثم إنني أكره الخيانة والخائنين. نعم، ما أقوله لكم هو الصدق. هم يحضرون لاجتماع المعبد وقتالكم. الويل للبلاط العالي، فنحن نجهز لهم الفرسان الأشداء. ستكون معركة حاسمة إن أرادوها الآن، فهم من سيندمون ندما شديدا. وهم أيضا قوة لا يستهان بها. المهم أنك معنا يا رودامون، وفي الوقت المناسب سيتوجه جنودك نحوهم. فننقض عليهم وينتهي أمرهم إلى الأبد. هذا ما أردت أن أبلغه لكم يا كبير الكهنة، وستعرفون مني الجديد دائما. لقد صدق هذا الخائن أنه من الممكن أن يكون حاكماً على مصر. إن هو إلا أداة نحقق بها أهدافنا وننفذ بها إرادتنا وإرادة آمون. آمون لا يساوي شيئاً بدوننا يا كبير الكهنة، أليس كذلك؟ لاخور، نحن من نصنع الآلهة، نحن من نؤلههم، وعلى الناس
أن تسمع وتطيع وتعبد ما نختار نحن لهم. أظن أن يوسف لو كان على قيد الحياة لأصبح شابا جميلا يلفت الأنظار ويخطف القلوب. الجريمة التي لا تنسى والذنب الذي لا أغفره لنفسي. دعك من هذه الأحلام الوردية، فقد قضي الأمر يا لاوي. مرت السنوات ولم نستطع الاستحواذ على قلب أبينا، بل ازداد حبا ليوسف وربما ازداد بغضا لنا بعد أن تيقن من أننا كاذبون. لا أعرف، لو عاد بي العمر هل كنت سأشارك فيما حدث أم لا؟ لا أعرف. لست وحدي من قتله، كلنا شاركنا في قتل يوسف. من أنت أيها الشيطان يهوذا؟ من أين لك بكل هذا الشر؟ أبونا يكبر في السن ويكبر فيه الحزن ويكبر فينا الندم، وتصغر في عيوننا الدنيا بكل ملذاتها. هيا هيا بنا لنرعى الأغنام. لا أدري كيف صار بكم الأيام يا آل يعقوب، ما بين أحزان وآلام متتالية.